الشباب الرياضي للزاوية ومشعل بلدية حسين سعود. الفريقان ينشطان في قسم ما بين الرابطات ويلعبان من أجل تحقيق البقاء. أما في الكأس فالزاوية تلعب بذكريات نصف نهائي 2018، وحسين سعود لخلق المفاجأة ومواصلة المشوار بعد الفوز على نجم بوعقال في الدور 32 وأكاديمية أمل المدية في الدور 16. معطيات اللقاء عرفت ندية في الشوط الأول، وعرفت أيضا إصابة اللاعب الحاج من جانب شباب الزاوية الذي عوضه بفنوش في الربع الساعة الأول. مع ذلك لم نسجل فرصا كثيرة أمام المرمى للفريقين، وضاق تأثير درجة الحرارة العالية على اللاعبين خلال أدوار المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في وقتها الرسمي. ليلعب الشباب والمشعل الأوقات الإضافية التي انتعشت فيها الأمور دون جديد يذكر من حيث النتيجة، ليحتكم الفريقين لضربة الترجيح التي جاءت هي الأخرى متكافئة بعدما انتهت السلسلة الأولى ب4-4. ثم احتفظ اللقاء بالإثارة إلى غاية الضربة الترجيحية الثامنة عندما سجل بوفنوش للزاوية، وضيع بورقعة لمشعل حسين سعود ليضرب شباب الزاوية الموعد لنجم مقرى في الدور الربع النهائي بملعب الإخوة براكني